أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. عطاتنا فرصة باش نفتحوا هذا الفساد اللي وقع في هذه الدائرة الزمامرة. هذا براتي خالد شارع جيش الملكي خميس الزمامرة. تعرضت لواحد الحادث يوم 31/7 مع 11 ديال الليل اللي كانت العائلة ديالي خارجة في الصيف وجاو دخلت بغيت ندخل الطوموبيل للكراج ديالي احتجزوني بالطوموبيل ديالهم كونغو الاسعار ديالو الاحفاد ديالو العائله ديالو وعنفوني وعندي شواهد طبيه اللي كتثبت على ذلك وسدوا عليا الكراج اللي كتم الحجز ديالي نهائيا باش الخروج ديالو وحيدوا الصوارت المفاتيح من بعد الشهود اللي عطاهم البنت ديالو وطلعت لدار الوالده ما طلعتش للدار ديالي انا ويعني تمت السارقه بجميع الانواع ديالها وفي حضور الضابطه القضائيه ولاحظتهم مني مشاو داو الحويجات وقلت لهم راه بينهم غادي بالحويجات قال لي دخل سوق راسك خدمتني هذه وداو الحوايج على خاطرهم يعني توصلهم للدار ووجدوهم على خاطرهم عاد باش داوني انا في سطافيط ومشينا الضابطه القضائيه اللي كتقول لك راه حنا غنجيبوا لك كلشي المحجوزات ديالك راه باينه واضحه وعاينوا ومشاو في ديك الليله بانوا قال لك راه عندهم غير جوج سيكان وجاو عاينوا الكاميرا مباشره بان هاد الناس راه داروا هذاك المفعول كامل داروه بان هذيك العمليه راه كانت واقعيه ماشي زور ولا شي حاجه عندي سبعه شهود بالاشهادات ديالهم وعندي معاينه ديال الكاميرين جميع الحجوج عندي ما عنديش شي مشكل اللي غنقولوا فيه شك ولا فيه شي حاجه يعني ملي كندوا للضابطه القضائيه مده شهرين وحنا شاده لينا الملف من بعد ذلك داونا الوكيل العام الوكيل العام استفسرنا بانه كان عندهم الاعتقال مباشره يعني كانت واحد مارست عليهم واحد الضغوطات باش دوزوا القاضي التحقيق ملي دزنا لقاضي التحقيق عطاونا جميع الشهود جاو حضروا استفسر جميع الشهود استفسرنا حنا كاملين يعني كانت هذيك المعطيات اللي عطينا كامله بانها حقيقيه رغم المعاينه ديال الكاميرا رغم السبع ديال الشهود يعني الاشهادات ديالهم يعني كل شيء واقع صدر في حقهم الحكم ديال بانهم راه بالفصل ديال 509 441 و446 بانهم الناس راه كانوا يعني حتى الحكم ديال قاضي التحقيق نقول لكم انا مباشره لانه كان صدر في حقهم جنايه السرقه الموصوفه وانتهاك حرمه مسك الغير ليلا والمشاركه في السرقه الموصوفه وانتهاك حرمه مسك الغير والاحتجاز للباقي وهذا يعني كان حق مشروع باين واضح يمكن تفاجئوا في المحكمه مشينا للمحكمه الابتدائيه الجنايات الاستئنافيه بانه زعما هاد الناس ديال الجديده بان الناس راه معروفين بواحد القاضي مشهور ومعروف بالصرامه ديالو اللي غيعطينا الحق ديالنا يمكن تفاجئوا بالبراءه رغم الشهود رغم كلش رغم نقيب ديال المحامين وشهد فيها بانه حكم قبل ما يتصنت الشهود بالبراءه وهذا الشيء باين واضح دزنا في الاستئناف يعني الاستئناف اللي غيعطيك الحق ديالك ادى اليمين المحامي ديالي بان الشهود ديالي استفزوا تقمعوا وعندنا اشهاد على هذا الشد بانهم استفزوا تقمعوا كتقوم بالتأييد وكنتفاجئوا بهذه البراءة رغم عندنا جميع الأدلة شنو الدليل الواضح باش نجيبوا الناس مدانين عندنا كاميرا عندنا سبعة شهود شنو اللي بغينا شنو باش نوضحوا لهم باش الناس براء يعني كتفاجئ الأنحاء ديال المحامي ديال المحكمة كاملين كيتفاجئوا بهذه البراءة مين جات شنو المواصفة حنا نديروا حيدوا لهم السرقة نحيدوا لهم الاحتجاز ودخول المسكين الغير مين غيحيدوا وهما كيعترفوا به أصلا والدق وداك التعنيف مين غيحيدوهم جوج شواهد طبيه اذا هاد الاطباء كيكذبوا اصلا راه اللهم هذا منكر هذا راه غريب في هذه المحكمه اللي حد الان كنت فاجئ بهذا الحكم وكنت فاجئ بهذ الناس اللي حكموا هذا الحكم اللي رغم عندهم جميع الادله وجميع المواصفات ديال اثبات ديال هاد الناس راه متهمين وكنت فاجئ بك يقول لك البراءه كنايدوا الحكم ما عرفتش علاش لانه عندهم السلطه عندهم الناس اللي مكلفين بالشد عندهم الناس الوازنين لانه اللي كيضغطوا على المحكمه ما فهمتش وربما هذه راه حاجه واضحه اللي عندهم في الكوزينه راه ما كيتصابش ومن هذا المنبر كنطلب من جلاله الملك التدخل شخصيا ما كنبغي حتى شي واحد يدخل من غير جلاله الملك لانه هاد الناس اللي غنتوصل لهم وصلت لهم دفعت لهم الشواهد دفعت لهم الشكايات وما توصلت حتى بشي حاجه دفعت شكايه لوزير العدل اللي جاتني من الوكيل العام قال لك بانك راك هذاك السينا عرفنا عندنا السينا عندنا نقدو ابراهيم عرفناه حنا بغيناك تعطينا شي حق في هاد النزيله في هاد الناس اللي حكموا بالبراءه بغينا نعرفوا مين جاب باش حق التعليل في التعليل ديال رئيس المحكمه ديال الاستئناف كيقول لك حق الشهود ما دلوش اللي في السيكان اش فيهم ما الشهود كانوا داخلين في السيكان ما يقول لك اش فيهم سيكارا بالليل هادو يعني الناس واش الجريمه واضحه طلعوا الناس للدار ديال الناس ما كاينينش خارجين في الصيف عندنا شهود ديال الطاكسي اللي جابهم اصلا في الليل مع الوحدات الليل اشنو بغاو شنو هو الحق اللي بغاو يوصلوا ليه قضيه راه واضحه باينه
بهاد الناس راه دخلوا الدار ماشي ديالهم، والدار اللي ديالي انا راه مسدوده، القوام مسدوده، يعني عندي المسائل ديالي موثقه. اشنو فين واضح؟ والسلام عليكم. هري مشعب جليل، انا كشاهد في القضيه اللي وقعت الخالد بغرادي ودارهم، انا كنت فائر بزاف كنشوف الحكم ما يشليه. انا كتبارك في القهوه غوت لي احمد خوه، قال لي سير نساب خويا هاجمين عليه. انا وكسير فتاح ملي جينا لقيت الطوموبيل قدام الدار، ولقيت الحاج وواحد المراه كبيره باكين قدام الدار، بالي الكراج واحد الباب شويه منه محلول. دخلت لقيت خالد محاصر بالطوموبيل ومطلع الجاج والمراه ديالو حداه، واحد السيد عبد كبير واقف قدام الطوموبيل ويقول يا سير حيت السوارت من الباب. خرجت الباب ما لقيت السوارت، شويه انا نزعيني الكراج وما يبانوا ليا. ملي مشيت للكراج جيت بغيت نحيد السوارت، كنتفائل بالحاج قلع ليا السوارت والمراه كتغوت، قلعهم ليا صحه من يدي، وقلت لي انا راه لاحطني من شهود رانا غادي نشهد. واحد شويه هو يعطي البنت السوارت، طلعت للدار تبعتها مرة اخرى، بقات واحد مده واحد 5 دقائق وهي تبعها واحد المرة اخرى. طلعوا بلا سيكان وما يهودوا بجوج سيكان، هودت هي وياها بجوج سيكان، وباذن الامن تا هو كاين اسطافيط واقفه تم، وهودوا طلعوا الطوموبيل ديالهم هي وباها وهذوك جوج عيالات، وزادوا ركبوا في الطوموبيل ديالهم، وخالد هزوا البوليس في اسطافيط ودوه. وكانت واحد المهم حاصرين وما مخلينوش من يخرج، قاعد دايرين لي واحد طريطواره كبيره على الباب والطوموبيل، وحابسينه في الكراج. وداك الشيء راه لا يعقل في داك الشيء. المهم هذا الشيء. الاسم كريم احمد الصباغ، كنسكن بدوار العتامله. يعني القضيه اللي شنا ديال خالد برادي وعبد الكريم السيوي، يعني انا كشاهد يعني شي اللي شت تقريبا هذيك الليله ليله الجمعه تقريبا مع شي 11 ونص ديال الليل، يلا غنتعشى، حتى كنسمع بوا هبط سعد اللي هبط، كنلقى الامن الوطني واقف، وقفت انايا بعيد منهم تقريبا واحد 50 متر ولا 40 متر، يعني حتى كنشوف جوج دريات جايين هابطين من الدار. خالد برادي هاز التليفون ديالو كيصور فيهم، كيقول لهم شوفوا عباد الله راه مداو لي ذهبي، صافي هادشي اللي كاين. والدار اللي طلعوا ليها خلاو على الدار ديال خالد، وطلعوا للدار ديال مو اللي هي يعني خلاو الدار ديالو هو وطلعوا للدار ديال مو، ما طلعوش للدار ديالو هو. اللي كاين هو هذا باش نوضحوا للناس بين الدار ديالي، ها هي الباب ديالها اللي كتشوفوا امامكم، ها هي. وندوزوا الان للدار ديال الوالده اللي تعرضت للاختلاس، ها هو الباب ديالها. بينها وفرق ديالهم 4 الكراجات، وها الفرق 4 الكراجات، وها الباب ديال الدار ديال الوالده عدي، وهي اللي غنستوجبوها لحد الان. تيعطيني حقي الباب اللي كنمشي ليه كيسدوا عليا، راه دار ولدي، ها داري. دخلوا لي دار ياود المسيوي الكبير، دار لي عصابه عيلته، وهد ليا لداري، دا ليا ذهبي، دا ليا فلوسي، ودا ليا فلوس تحت ولدي قليل صحة، هاو، بو غالي. واليوم جيت نربي راس الملك، الله يخلي لنا سيدنا، الله ينصر سيدنا، خاصني ندير بحسابي، راني ما ستنشد، راه الباب اللي سديت ليه سدوه عليا. راني بشهودي، بكاميرتي، بكل من الحاجة. وأنا شاكية بهم لله.